الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك يا الله الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود، يا حليم يا ودود. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة
أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم ودعاءهم وتضرعهم إليك، وقبلت ركوعهم وقبلت سجودهم، وأعتقت رقابهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا عيب إلا سترته، ولا ميت إلا رحمته، ولا عدو إلا خذلته، ولا ضال إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مسجون إلا أغلقت سراحه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على كلمة الحق والدين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق شباب المسلمين، اللهم وفقهم وسددهم واهدهم واهد بهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ورد بهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم ورد بهم إلى دينك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رحيم. اللهم صل على محمد في الأولين، صل اللهم على محمد في الآخرين، وصل اللهم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.